هذا كانوا المسنين فئة غالية كبار سن ولا عندهم أحد يرعاهم، موجود لهم دور الرعاية الاجتماعية الحقيقي، الدولة ما أهملت أحد الله يحفظه، فكان مبناهم الحقيقي زين وممتاز وذا، لكن بنوا لهم منزل ثاني وانتقلوا لدار الرعاية الجديدة، مع أن الأول زين لكن هذا أزين وبسعه ومباني وغرفه. فكان احتفال جميل بحضور سمو أمير المنطقة القصيم، وبهالمناسبة كتب الشاعر محمد بن حسن قصيدة بمناسبة الافتتاح على سمو على شرف سمو أمير منطقة القصيم، يقول: نبتدي باسم رب في سماه متعلي، عالم الغيب كل رزاق خلقك فالها، بعدها قلت رحب في سموك وأهلي، بالنيابة عن محافظ عنيزه وأهلها. مرحبا مرحبا يا أميرنا بالمحلي، عدي ما نثرت غر المخايل هللها، جيتك يا طويل العمر دايم هي اللي تجلب الخير غير الخير ما به بدلها، والمسنين ما عنهم حقيقة تخلي، مثلهم مثلي باقى الناس ما حد جهلها، بافتتاح المقرة اللي لهم بتسلي، تمضي أوقاتهم ما تشتكي من مللها، ما يبونه يحقق والصعيبة تحلي، وانت عذر حصوله وفروا له بدلها، دولة للمواطن ما تكل وتملي، والتكاليف مهما ترتفع تحتملها، عزها الله بحكام تحل، عزها الله بحكام تعقد وتحلي، حسب ما تقتضيها المصلحة في عملها، فعلهم واضح قدامنا وامتجلي، كل ناس على حسب احتياجه شملها، شكرا لكل من شارك ولوه ومزلي، وبرعاية خدير وفي جهود بذلها، واسلموا كل أبوكم قبل غادر محلي، والله اللي يجازي كل نفس بعملها. سلامتكم. الله يسعدك. الله يسعدك. لو سمحت ابو عبد المحسن، يقولون السلام أمانة. السلام. وكنا بزيارة قبل أسبوعين للشيخ